درع البلد، عناصر الشبيحة في درع البلد، الحاجز المقابل لجامع أبو بكر الصديق 21/9/2012، حيث تم سرقة أحد المنازل المجاورة للحاجز. الله أكبر. في جمعة أحباب رسول الله في سوريا يذبحون، ها هم عصابات الأسد حيث تم سرقة أحد المنازل في درعا البلد في 21/9/2012، حاجز المقابل جامع أبو بكر الصديق. الله أكبر. حيث يقوم أيضا بالإضافة إلى سرقة البيوت بإطلاق النار على المارة في شوارع درع البلد. الله أكبر. واحدة وعشرين تسعة 2012، درع البلد. الحاجز المقابل لجامع أبو بكر الصديق. جمعة أحباب رسول الله في سوريا يذبحون. أين أنتم يا عرب؟